مرحبا، كيفكم؟ انا ناجي صارجي. اليوم اذا كان معك ايفون، سامسونج، ايباد او اي موبايل عندكم، يا كيف فيكم تاخذوا صور احترافيه بدون ما يكون عندكم كاميرا احترافيه؟ قبل ما نبلش، يلي مو عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب هلا. السوشيال ميديا عم تكبر، كاميرات الموبايلات عم تتطور كتير بسرعة، وحاجة العالم للتصوير كتير عم تكبر، وكل حدا فينا بيحب يلقط الصورة المثالية. طيب هي الصورة المثالية كيف بدها تجي؟ منهم بيفكروا هي تجي لحالها، الايفون بيصور الزاوية، الكادر، الإضاءة، كيف جاي الضوء تحت، فوق، يمين، يسار، انو ساعة، هذا كله بيلعب دور. في عامل رئيسي العالم كله عم تنساه، العين. العين هي اللي بتلقط الصورة، مو الايفون ولا الموبايل ولا السامسونج ولا اي شيء. بتجيبوا اي كاميرا بالعالم، اقوى كاميرات العالم، اذا العين مو صح، اذا الرؤية مو نظيفة، ما حتطلع معكم صورة حلوة. اليوم رح ننزل على الشام ونصور كذا صورة لفرجيكم تيبس اند تريكس للموبايل فوتوغرافي. ونسيت خبركم انه رح نصور بايفون 7 بس، ما حصور بايفون 10، ايفون 11، موبايلات متطورة، عدسات متطورة، موبايل متواضع. رح تشوفوا كيف رح تكون النتيجة مذهلة. من احلى الصور اللي صورتها اليوم هي صورة البزورية تبع البهارات. كيف صورتها؟ اول شيء حطيت الايفون تماما فوق البهارات. اذا نحن عنا هدول البهارات، نحن ما حنحط الايفون هون ولا هون، نحن نحطه تماما بالنص عشان تكون البرسبكتيف تبعنا صح. انا كثير بحب صور شغلات من فوق، يعني حط الايفون هيك صور هذا المنظور او هذا البرسبكتيف، انا كثير بحبه لانه كثير نادرا انك يكون في شيء تحته تطلع عليه هيك بهي الزاويه، تقريبا زاويه 45 درجه بس، ولا مره حدا جرب انه يكون مثلا في شيء تحته وتطلع هيك. فهذا الشيء العين ما انا متعوده عليه، يعني ما كثير بتشوفه. بعدين تماما حاولت اخذ المسافه من اليمين لليسار نفسها، من فوق وتحت تقريبا نفسها، مشان يكون في مثل تناسق بالصوره او ما يكون في جهه فيها شيء اكثر من شيء، او فوق طالع شغلات ثانيه ومن تحت طالع شغلات ثانيه. الصوره الثانيه هي صوره مئذنه الجامع الاموي. في عنا طيرين عم يطيروا بالسماء، وحبيت كثير بهذا اليوم انه كان في غيوم بالسماء. الغيوم بالسماء صراحه انا كثير بحبهم، لا تكون كلها مغيمه، لانه اذا كانت كلها مغيمه ما بحب هذا المشهد انه يكون كله غيم، ولا حتى تكون سما زرقاء، يكون في سما زرقاء وغيم بنفس الوقت. هي برايي البيست كومبينيشن ايفر. كيف اخذت هذا الفريم؟ مثل ما بتلاحظوا انه المئذنه تماما لازم تكون بالنص. شو هو السنتر تبع الصوره؟ شو هو مركز الصوره؟ هي المئذنه. فحطيتها انا تماما بالنص. على اليمين على اليسار حاولت اقطش من على اليمين، اذا كان في شيء طالع من على اليمين انا رح اقطشه، وعلى اليسار ما كان شيء لانه هو باقي الصور تبع الجامع. مثل ما شايفين هي الصوره الوانها ما كثير ظابطه لانه لسه ما عملت الاديت. بالتوتوريال اللي بعده اكيد بدكم تحضروه كيف بنحول هي الصوره لهيك، كيف تعملوا بوب اب للالوان. بعدين مشينا بسوق الحميديه. احلى طريقه لنصور سوق الحميديه هي شيء اسمه الفانيشينج بوينت، او نقطه التلاشي، نقطه الفرار. كل شيء مجمع بنقطه واحده اخر شيء، وعلى الاطراف بيكون كله الكادر او الفريم هو متساوي. كيف هي صورتها؟ وقفت بالنص، حطيت اتش دي ار. اكيد شو يعني اتش دي ار؟ هي هاي دايناميك رينج. شو يعني هاي دايناميك رينج؟ تباين بين قيم الاسود والابيض، او التباين بين قيم الظل والنور. يعني اذا كان عندنا صوره فيها كثير ضوء وبنفس الوقت في منطقه فيها كثير عتمه، اذا نحن حبينا نفوكس على العتمه عشان نضويه، فهذا الشيء رح يؤدي انه النور يقوى. نفس الشيء بالعكس، اذا حطينا الضوء على النور مشان نخفف الضوء تبعه لما يكون ضوء شمس او سماء، فهي العتمه رح تصير كثير غامقه. فالاتش دي ار بيعمل مثل مساواه او موازنه بين هدول القيم، بحيث بصوره واحده بيجمع مثل صورتين، لا ضوء كثير قوي ولا عتمه كثير قويه، مشان تكون عندنا صوره متوازنه. لما تكونوا ماشيين وتشوفوا مثل بناء او مثل اي شيء فيه باترن، هي النقشه تماما، يعني شيء متكرر كثير فوق بعضه، هي الصوره حلاوتها انه تتاخذ كلوز. بصوره اوتيل الشام انا اصلا قربت على الاوتيل وصورت بس الشبابيك. كيف الانجل؟ اكيد الانجل من تحت ما حطلع لفوق يعني. وتصورت هي بالجولدن اور. شو هي الجولدن اور؟ هي الفترة غروب الشمس تماما تماما قبل ما تغرب. فليش اسمها جولدن؟ لانه بتلاحظوا على الحشيش او على الاعشاب او شيء بصير مثل لون ذهبي عليها، وبتلاحظوا انعكاس الغيوم على البلور تبع شبابيك الاوتيل. هون طبعا استخدمت الاتش دي ار لانه اجباري بيكون الضوء بالانعكاس هو كثير قوي لانه ضوء الشمس. صورة الجسر، كنت راجع من الجامعة قلت ليش ما بصور من فوق؟ استنيت لحتى يمرق سيارات وصورتها. الكادر تبعي كان عبارة عن من تحت الخط تبع الجسر، كان في شغلات ما بعرف شو هي،
والسيارات مرقت. لنرجع لمثال الفانيشينج بوينت او نقطه التلاشي، صوره الطياره هي فاضيه كمان نفس الشيء. لما تشوفوا اي شيء فيه ممر او اي شيء فيه شغلات مثلا متوازي على صفين، شغلات نفس بعض يمين ويسار على خط طويل، دائما استخدموا هالتقنيه، لازم تحطوا نقطه التلاشي لازم تكون بالنص. وهلا هون انا الارتفاع حبيت النقطه تكون شوي اعلى من النص. فيكم انتم تحطوها بالنص حسب تماما انتم شو عم بتصوروا. صور الغيوم، صور السماء، انا هون بلغي شيء اسمه HDR. ليش؟ لانه انا بركز تماما على السماء، بركز تماما على الغيوم، بنسى الارض. الارض بعملها سودا، بتصير عباره عن سيلويت. سيلويت شو يعني سيلويت؟ انه تصير سودا خلاص، تصير بس ظل اسود، مو مبين شيء منها، بس بتركزوا على السماء. اهم شيء ما تكون اوفر اكسبوزد. اوفر اكسبوزد انه ما تكون كتير ضاويه لدرجه الحرق، انه يطلع بقعه بيضة بالشاشه. هي الصوره سامر صورها بمعلوله، صراحه من احلى الصور عندي. سامر كيف صورها؟ اصلا ما ترك انه يصيروا العالم والارض اسود تمام، ترك شويه ضوء. انا مثلا محله كنت عملته سود، ممكن كانت طلعت احلى حسب كل واحد هو ورؤيته. بتشوفوا كيف السماء مدرجه بين اصفر موف ازرق وقت الغروب. هي مانا جولدن اور، تذكروا هون صار الغروب خلاص. وفي عندنا هي كمان صوره البحر. وشلون بتفوكس بهي الصوره؟ بتكبسوا على الشمس بالصوره وبتخففوا شو، بتضلوا تخففوا الاكسبوجر، بتضلوا تخففوا الاكسبوجر لحتى سطوع الشمس ما يكون كتير قوي عشان ما يطلع ابيض. بنفس الوقت طبعا رح يوطى الشادو، رح يصير كتير اسود. واكيد الصور ما بتخلص وما بتنتهي، وحبي للصور ما حيخلص. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا اليوم بالتوتوريال. استنونا بالتوتوريال الجاي عشان نفرجيكم كيف تعملوا احلى اديت للصور عشان عن جد تبينوا احترافيين. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناه، ونشوفكم الاسبوع الجاي.